هل أنت على استعداد لتحمل تغير نكهة قهوتك الصباحية إلى جانب غلاء سعرها أيضاً؟ واقع فرضته عوامل أوصلت أسعار البن العالمي لأعلى مستوياتها منذ عقد تقريباً، ابتداءً من الظروف الجوية غير المواتية كالجفاف والصقيع التي ضربت محاصيل البن في العديد من الدول، ونقص العمالة وارتفاع أسعار الأسمدة، كما ألحقت أيضاً المشاكل اللوجستية وتعطل سلاسل الإمداد من تفاقم الأزمة، وهو ما قد يؤثر على إنتاج القهوة لسنوات مقبلة. فبشكل عام أنواع البن متعددة، بن أرابيكا الأكثر شهرة يمثل نحو 60% من إنتاج القهوة عالمياً، ونقصه قد تعوضه المقاهي بأنواع أخرى قد يشعر عشاق القهوة بمرارة طعمها في الفترات المقبلة. وقد يكون الخيار الأقرب بعد أرابيكا هو بن روبوستا، لكنه أكثر مرارة وتركيزاً للكافيين وأرخص ثمناً من الأرابيكا، إذ تقود فيتنام أكبر سوق للروبوستا لكونها أكبر مصدر عالمي لهذا البن، ويتوقع تحقيق ثاني محصول وفير هذا العام، لكنها تأخذ بالاعتبار ارتفاع تكاليف الشحن، فيما تعد البرازيل أكبر مورد في العالم للقهوة، وقد شهدت أسوأ موجة جفاف في تاريخها منذ 91 عاماً، أتلف على إثرها الكثير من المحاصيل، مما استدعى إزالة الأشجار المتضررة وإعادة زراعتها، وهو أمر قد يحتاج لسنوات حتى يعود للإنتاج، وقد يؤدي في النهاية إلى ارتفاع سعر فنجان قهوتك.